ثلاث سنوات مرت ولا تزال صور الإرهاب محفورة في الأذهان وعلى الجدران. إرهاب لم يميز بين البشر والحجر، أحياء بأكملها اندثرت وسويت منازلها بالأرض، ونازحون ما يزالون يبحثون عن لقمة العيش التي فقدوها في مدينة تنازع الموت. زين ما عنده شو يسوي، من يجيب إذا ما عنده مقدر رزق؟ أسألني واحد من الناس تتلم قواطي حديد نايلون أجمعه وبيعاني أنا وحرب. أحكي لك إياه بصراحة، مرت يوم تطلعت لهم مرات يعني ناس مرات تطينا في سبيل الله، وضع الوضع حيل تعبان. زين أنا باكر ساعتها قاعد هذا بيت تجاوز، باكر جد نفذوا القانون مثل ما يسوون ساعتها بالبسطات وما بسطات وعيشينه شنو، وين أروح أنا وأطفالي؟ خليني يطوني خيمان صبب الشارع. يبيع أبو مصطفى السكراب ليعيل عائلة بأطفالها ونسائها. الخوف من العودة إلى حياة الخيام هاجسه الوحيد إذا ما صادر المسؤولون سقفه الذي يؤويه. ثلاثة أعوام يقاتل الإرهاب من أجل تحرير مدينته، ليجد إرهابا آخر سببه فساد المتنفذين الذين يتحكمون برقاب الناس. مسؤولين حسبي الله ونعم الوكيل هم السبب، العراق دا ينباع وحافظ معه هم السبب، وخطانا كله بالربط. شوف من صارت مع داعش لحد الآن جبت قتال من سامرة إلى أمصت الموصل، بالأخير فسخوا العقد مالي وخلوني، بس أريد أرجع أسوي راتب الأطفال يعيشوا بي داعان. يباركون النصر والتحرير كل عام وهم يستعبدون الأحرار من الناس، يتآمرون شورى بينهم تحت قبة البرلمان ليسرقوا العيش من أفواه الفقراء. هكذا يراهم الفقراء الذين فقدوا كل شيء، البيوت والمتاجر والممتلكات، لم يبقى لهم سوى أرواحهم ليبنوا مدينة لم يبقى بها سوى روحها.